رغم الاحداث المتلاحقه واللي كتير جدا لسه كمان هنتكلم معاكم فيها خلال الحلقه، ولكن كان لازم نلقي الضوء على حاجات مهمه في المباراه دي. كانت مباراه يا احمد بدايه مش هي الافضل لكابتن حسام البدري، ولكن طبيعي البدايات بتكون صعبه شويه، خصوصا ان ما كانش فيه معسكر طويل قبلها، ولكن وبعض المحترفين مش موجودين بالزبط. يعني على رأسهم طبعا كابتن محمد صلاح مش موجود، اللعيبه بس انا مع فكره ان اللاعبين كانوا موجودين في المباراه مقارنه بفريق زي بوتسوانا المفروض الفارق كبير قوي. فكره هدف مقابل لا شيء والاداء اللي احنا شفناه، لا اعتقد الموضوع كان اسهل من كده شويه، ولكن في حاجات هنتكلم فيها في الكواليس. انا في نقطه مهمه جدا وبعني بها المدير الفني لمنتخب مصر وكابتن حسام البدري. الحقيقه هو الامر كان الى فتره قريبه لا يعنينا، وهو فكره ان يكون في لاعب في معسكر المنتخب ويخرج يعمل ستوري على الانستجرام يتكلم فيه او يخاطب فيه جماهير ناديه او يخش في خلاف مع اداره ناديه، هو طبعا الكابتن طارق حامد. الموضوع ده المفروض الكابتن حسام البدري ياخد باله منه، لان احنا عانينا الامرين من فكره الانستجرام وفكره التويتر وفكره عمرو ورده وفكره دفاع محمدي وحاجات اشياء كتيره من هذا القبيل. طبعا هو هنا الموضوع مختلف تماما، ولكن لازم يكون فيه لمعسكر المنتخب قدسيته. النقطة الأهم إن كابتن خالد غندور لما جه عقب على موضوع ستوري كابتن طارق حامد تناول النادي الأهلي، وكأن الزج باسم الأهلي ده بقى شيء كده صباح الخير هنتكلم عن النادي الأهلي. فكرة الزج باسم النادي الأهلي واتكلم عن إزاي الإعلام ساكت عن فكرة محمد الشناوي وأحمد فتحي اللي هم مختلفين على مقابل مادي وبيتناول طارق حامد. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، طارق حامد هو اللي عرض المشكلة، هو اللي فجر المشكلة، فالإعلام ما تناولش كواليس، الإعلام تناول حاجة على سطح الأحداث. حضرتك اللي بتحاول تدخل في كواليس وبتحاول تجيب النادي الأهلي في جملة من الأعراب وتجيب لاعب زي محمد الشناوي وزي الكابتن أحمد فتحي، كابتن محمد الشناوي وكابتن أحمد فتحي، عشان تقول هو أنتوا ساكتين ليه عن الله؟ لما يطلع لاعب من النادي الأهلي يكتب على الستوري بتاعه إن هو ما خدش مستحقاته، لما يطلع لاعب من النادي الأهلي يكتب إن هو قاعد ست ساعات عشان حد يقابله ياخد مستحقاته، لما يطلع لاعب يبعت حد من طرفه او من اسرته لموقع يتكلم عن حاجه تخص مستحقاته، اعتقد لو الاعلام اتكلم فيها احنا مش هنقدر نكلم الاعلام، لان احنا هنا في جماهير النادي الاهلي هنخاطب اللاعب شخصيا. انت كده كلاعب اللي حتى عن نظام النادي الاهلي مش هنسمي عليك، لا احنا اللي هنعاقبك. فاعتقد موضوع مختلف تماما كابتن خالد، ويا ريت بلاش الزج باسم كابتن باسم النادي الاهلي ولاعبيه، ويا ريت كابتن حسام البدري يكون واخد باله من النقطه دي في المعسكرات الجايه يا فارس. لا هو في ملحوظتين بقى في الموضوع ده، الاولى ان دايما فكره انا ليه الاعلام بيتربص بيا او بيتطاول او الاعلام بيتصيد لي الاخطاء، هو ده اصلا ما بيحصلش، الاعلام ما تصيدلكش اي اخطاء، انت اللي بتتعامل بشكل بيدي الاعلام الماده اللي هو يتعامل فيها. عشان كده انا بقى عايز اقول حاجه تانية، لانك قلت كابتن حسام البدري، لا انا عندي علامه استفهام كبيره قوي يا احمد. كابتن حسام البدري، لا في حته كابتن حسام البدري لما يتقال، وممكن نرجع للفيديو اللي كان الناس اعتقد اغلبها سمعته في برنامج الزمالك اليوم، اتقال بشكل واضح ده كابتن حسام البدري كلمني واكد ان طارق حامد قال ان اللي هو كاتبه ملوش اي علاقه بنادي الزمالك. انا مش فاهم طبيعه ده، مش فاهم فكره ان المدير الفني للمنتخب بيتدخل في الحديث عن لاعب كاتبه بشكل شخصي وبيطلع يتكلم فيه، مع ان المفروض ده مش دور المدير الفني ابدا ان هو يدخل يبرر موقف لاعب او يتكلم فيه. اللاعب يا كابتن حسام عمل عندك حاجه غير محترفه، ان هو انت لو مانع وسائل التواصل هتعاقبه، كتب ايه او ما كتبش ايه يخص النادي او ما يخصش النادي، دي مفترض ان هي مش بتاعتك. معرفش ده صحيح ولا لا اللي اتقال في المداخله، ولكن في النهاية أعتقد الأمور تحتاج مزيد من الانضباطية ومزيد من السيطرة، والانضباطية اللي خارج الملعب محتاجة انضباطية أخرى في الملعب يا أحمد، لأن احنا اتكلمنا في حاجة جوه المباراة. أعتقد نتمنى، لا بس قبل حاجة جوه المباراة، بما إني بقى ذكرت الكابتن محمد بركات، وعشان بس الناس ما تاخدش الأمر بمحمل الجد كده، طبعا كابتن محمد بركات يعني له كل تقدير واحترام، ولكن هو معروف عنه خفة الدم. فصفحة بيدج جمهورية الأهلاوية جايبين صورة للكابتن محمد بركات وبيقولوا لما تبقى شخص بيحب الضحك والهزار على طول وتحاول تعمل إنك شخصية صارمة
عن باراكوتا اتحدث. لا ده انا عايز اقول لك حاجه، وكان في تعليق انا بقى شايفه، انا شايف كابتن حسام البدري هو اللي نكد على بركات، يعني خد المود منه والتنشنه والشده. نتمنى ليهم التوفيق، ولكن احنا بنقول حاجات نتمنى نقف عندها ونتمنى ناخد بالنا منها عشان المنتخب ما يزجش بيه في مشاكل، لان زي ما اتكلمنا في الاول اكتر حاجه اثرت على المنتخب المشاكل اللي دخل فيها في الاول. وفنيا نتمنى يا كابتن حسام تطلع بفكره ان مثلث عبد الله السعيد طارق حامد النني في اختلاف كبير قوي 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 عن المثلث اللي فيه أفشة وحمدي فتحي. الاتنين دول كضلعين أساسيين في المثلث ده هيفرقوا معاك كتير جدا. حمدي فتحي لاعب مختلف، مجدي أفشة لاعب رائع عنده حاجات لو انت شايف ان هي موجودة عند كابتن عبد الله السعيد. اكيد بنتكلم ان أفشة بدنيا أفوق، ذهنيا أفوق، طبيعته مع النادي الاهلي والانسجام اللي حاصل هيفرق معاه كتير. محتاجين نبدا نرجع نبني المنتخب على العناصر اللي كانت بتحط المنتخب في حته تانية تاريخيا. واعتقد كابتن حسام البدري هيدي الفرصه كامله لحمدي فتحي، لان الحقيقه اللي بيعمله حمدي فتحي ربنا يحفظه يعني مستوى عالي جدا جدا جدا. ويمكن كان محمود سليم عامل له كده فيديو قديم. حوالي دقيقتين قديم جايب له من ايام امبي كده وهو بيمتاز باللونج باص. الحقيقه مقاومات كتير عند حمدي فتحي، يمكن لما اتكلمت معاه قلت له ده يعني ممكن نقول عليه بقى ده الديب لاين بلاي ميكر، قال لا ده هو ده بيمتاز بقوه وتقريبا لاعب متكامل. والحقيقه الكابتن حمدي فتحي بقطع كرات كويس، ممرر كويس، كمان زياده عدديه داخل 18 وبيسجل اهداف، ويمكن هو كمان اللي سجل هدف المباراه. نتمنى له التوفيق، وطبعا نتمنى الكابتن حسام البدري التوفيق مع منتخب مصر. وننتقل بقى لحته تانية وحديث دائم عن فكره